لما بلشت من كم أسبوع الصيفية وبلشت يتغير الطقس وبلشنا نفوت بأجواء نهاية المدارس، الأولاد الشبيبة يلي عم بيعطوا حركة بالبلد، طبعا لابد بالمقابل من وجود أشخاص وجمعيات وناس تقدر تعمل نشاطات تحرك كل البلد، لأنه فعلا نحن بحاجة للحياة، بحاجة أنه نشوف كل منطقة من لبنان أنه هي عن جد عم بتكون عندها القبول وهالحياة وهالطاقة الإيجابية بكل شوارعها، بكل منطقة، بكل نبض من نبضها. وهذا الشيء يلي عم يعملوه مجموعة كتير كبيرة من الأشخاص، وشكرا لجهودهم الكبيرة بكل المناطق اللبنانية. اليوم رح نحكي عن معرض ومهرجان والحياة يلي ضروري نرجع نشوفها بشارع مونو من خلال المهرجان يلي رح يصير الأسبوع المقبل. كل التفاصيل مع ماري كريستين بولوس يلي هي من نيو فيرجن بلاس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافية. الله يعافيك. هيك استوحيتوا الفكره انه نحن نرجع نرد الحياه، نحن نرجع نعطي منو هالبوست هالدافع الايجابي من بعد يعني ما قطعت كثير المنطقه بخضات يعني متتاليه خلال السنوات الماضيه. اكزاكتلي، الفكره بلشت هيك انه من مشروع اعاده احياء شوارع بيروت، ومنهم بلشنا بشارع مونو لانه كان شارع مونو معروف من زمان كثير باهم شارع للسهر والحياه يلي بيروت بتعرفها. من بعد الاحداث اللي مرقنا فيها مات هيدا الشارع، وطلعت الفكره مع المحلات والبابات اللي موجوده بالشارع انه ليه ما بنعمل شيء تنرجع نحيي هيدا الشارع. وهيك انطلقنا بالميلاد الماضي، عملنا اول اعاده احياء الشارع، وهلا عاملين سكند اديشن للمره الثانيه اول صيفيه. مسكرين الشارع من تقريبا جامعه الاجيه لتحت، وعاملين معرض مع انواع يعني اذا بدك فاشن، اكسسوارز، ماكولات، قصص صحيه، ومع لايف ميوزك. اوكي، اكيد في عنا ناس بدها تجي تغني، في عنا بارت رح تكون مخصصه للاولاد. اوكي، مع العاب، مع شوز بينعملوا للاولاد، واكيد بتعرف الموسيقى بدها ترافقنا كل النهار. اكيد اكيد. هو يومين صح الاسبوع المقبل، 22 23 سبت 22 واحد 23 من الساعه 12 الظهر لساعة 10 عشية. أوكي. وأكيد بيتخللوا كتير ألعاب و يعني العائلة فيها تروح تاخد الأولاد بحيالله وقت من النهار، تقعد تتفرج تتسلى تاكل تشرب تعمل شوبينج، تشوف قصص للبيت، قصص لإلها. وقلتي لي كمان أنه مركزين على الأشخاص يلي مبلشين كمان بزنس جديد لإلهم. الهدف هو إذا بدك ركزنا كتير على الستارت أبس والسوم سمول انتربرنورز، لأنه لاحظ من بعد الكوفيد ومن بعد الوضع الاقتصادي اللي نحن حاليا عايشين فيه، صار في كتير ناس بلشت تشتغل بقصص صغيرة بالبيت. صح. وتبيعهم أونلاين. سو عم نفتح لهم، عم نترك لهم مجال انه يعرفوا البضاعه تبعيتهم لهالجمهور اللي رح يجي يزورنا بهاليومين. أوكي. واكيد نحن بندعم كل هدول السمول انتربرينورز، وداعمين كمان جمعيات. يعني في عنا تقريبا اربع جمعيات مشاركين معنا، وان هدول جمعيات هدفهم الانشيتيف تبعيتهم هي المبادره انه يشغلوا نسوان ضياع بقصص اشغال يدويه، ويجوا هن يعرضوا لهم اياهم ويسوقوا لهم اياهم. يعني بكل الاحوال التركيز هو على هيدي، على خليني اقول على الناس يلي مش موجوده دائما بالاسواق، يلي ما عندها المطرح انه هي تعرض، يلي ما عندها القدره انه هي تفتح محل. هلا موجودنا اثنين اكيد، بس انا قصدي انه التركيز يعني الاكبر هو على هيدي الفئه، على هالاشخاص. في فئه كثير كبيره من الناس يلي هي عم بتشتغل من بيتها اذا بدي. يس. وعم بتبيع اونلاين اكثر شيء. وكمان قلتي لي انه في تركيز على الهيلثي فود، يعني هلا إذا لاحظنا هلا الموجة كتير كبيرة على الهيلثي فود، وكتير إجينا طلب مشان قضايا هيلثي عم بيطلعوا فيها بالبيوت. أكيد أندر أكيد كواليتي كنترول وكل شيء، بس إنه عم بيركزوا كتير على هيدا الشيء. عندك أنواع العصير. أوكي. عندك قصص معمولة لاكتوز فري، جلوتين فري. أوكي. عندك كتير مربيات كمان معمولة بالبيت بس الطريقة كتير هيلثي، مع
شوجر فري، يعني اللي بده يعرف شو عم بيصير عندكم بده ينزل لعند. اكيد لانه في هلا عم بيلاقوا من جميعه، يعني هلا عم نخبرهم بس غير ما يكونوا موجودين على الارض بيكون على كل حال عم نشوف فيديو بفتكر من ال هيدا من الميلاد الماضي. اوكي مزبوط. خي شو حلو، اكيد هون كيف كثير اجواء ميلاديه. ايه هلا اجواء صيفيه. هلا اجواء صيفيه. هلا اجواء صيفيه. ايه مزبوط هلا اجواء صيفيه. يس بس بكل الاحوال انه الفكره منا انه عن جد الناس بحاجه للحياه، بحاجه لانه تتنفس شوي، لانه تنسى شوي كل بتعرفي السلبيات يلي عم تطلع. لكن فيها فيها هدفين، اول شيء نسلي العالم اكيد بالموسيقى والاطلالات الترفيهيه، بس من ناحيه ثانيه كمان انه عم نجرب نساعد هالعجله الاقتصاديه طبعاً. حتى تنمى طبعاً. من بعد كل هالكرايز يلي عشناهم اكيد. وهيدا يعني الهدف هو الميلتين. كل الاشخاص بصراحه وكل الناس وكل الجمعيات وكل القادرين يعني وكل اللي حابين انه عن جد يخلوا هالعجله الاقتصاديه تبرم وتمشي وتكفي صحيح. وتستمر، والا نحن ما بقينا لليوم صامدين. شكرا لك. بدي بس نوه على شغله انه نحن كمان هيدا المعرض معمول بنشركتين يعني منظمته نيو فيجن بلس واورا ميديا، بس عم نعمله هيدا بالتعاون مع الكشافه، كشافه التربيه الوطنيه لمفوضيه بيروت وجمعيه بيروت فيجن كمان. سو عم نحط ايدينا مع جميع الاطراف تنقدر ننجح بهذا المشروع. والبدايه بمونو بس اللي عرفته كمان انه رح يكون في رح ننتقل لغير شوارع اكيد. هلا فات الصيفيه سو بيروت شوي بتروق، بس اكيد دفنتلي بايلول واول الشتويه راجعين على كذا شارع بقلب بيروت. رح نذكركم كثير اكيد اكيد. رح نذكر بالايام ورح نشوف البوستر كمان على الهواء. اذا يومين 22 و 23 الاسبوع المقبل حزيران من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 10 ناطرينكم. أكيد ندعي كل الناس أنها تتوجه وتشارككم بهيدا المعرض. شكرا كتير لك، شكرا لوجودك معنا.